معنا الأستاذ أبو عشرين. كيف جاءت فكرة فرع الأصل والمعاصرة بالمحمدية للمشاركة في مسيرة نصرة الشعب السوري؟ تم لقاءات مع مناضلين للحزب، القطاع النسائي كما تشوفوا، وشباب ومناضلين مستشارون للمجلس البلدي، وتم تعبئه مناضلين حزب المحمديه. وكما تشوفوا كما كنشوفوا هذا الوفود الغفيره ديال الانصار والمناضلين ديال الحزب الاصل المعاصر للمشاركه في هذا، ما هي الاستعدادات للمشاركه في هذه المسيره؟ بالفعل كانت تم اتصال بشركه ديال كما تشوفوا ديال الحافلات، وكل مسؤول على دائره كما تشوفوا هما تيجيو للمقر باش ياخذوا لي ساندويتش ديالهم والماء ديالهم. يعني كاع الامور مضبوطه، ما كاين حتى شي خلل، كل شيء غادي مزيان، كل شيء غادي يمشي ناشط، كل شيء بخير وعلى خير من اجل نصره الشعب السوري. شكرا على الكلمه. شكرا. يا بشار يا جبار الشعب السوري لا يهاب، يا بشار يا جبار الشعب السوري لا يهاب، يا بشار. اليوم السكنه ديال المحمديه جمعيه المجتمع المدني تقوم بنصره الشعب السوري. اكيد اليوم تكلمت فعاليات المجتمع المدني بمدينة المحمدية في مسيرة خرجت لتندد بالتقتيل وبالهجمات الإرهابية التي يشنها النظام السوري في شخص بشار الأسد على الشعب السوري الأبي. وبصفتنا كفاعلين جمعويين وكفاعلين سياسيين نندد بكل ما وقع من جرائم التقتيل والإبادة في سوريا، ونعلن أننا نتضامن معهم بقلبنا، وسنخرج وسننزل وسنقول لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. كيف سيفهم النظام السوري هذه المسيرة الحاشدة من حلب مدينة الدار البيضاء؟ ستكون بمثابة رصاصة قوية في قلب النظام السوري في شخص بشار الأسد. كيف ترون التواطؤ الصيني الروسي مع النظام الأسد؟ والله إن نظام الفيتو في المجلس الأمن هو نظام ظالم، لأنه يعطي الفيتو لدول ذات الغالبية العظمى. وبما أن البعد الشيوعي المتمثل في النظام الروسي والنظام السوري فهو ضد الشعب الإسلامي العربي والمسيحي وغير ذلك من الملل التي تطالب بالحرية. ونعرف بأن الإسلام أتى لدرء الظلم والظلمات وناصر الحرية وناصر العبيد وناصر ذوي القوى الضعيفة. نحن لا نطلب من الأسد أن يفهم، وإنما نطلب من المجتمع الدولي أن يفهم، لأن هذا الخروج للمجتمعات للمجتمع المدني إلى الساحة لن يفهم هكذا ولن يضيع هكذا. هذا خروج والشهيد حبيب الله. الابتسام ديالك على هذا الحشود اللي جات من كل صوب واحد كما ترى هنا في السطوح، الناس اللي ما قدروش يجيو لهنا ما قدروش يجيو عاجل تسكين، حتى هما كيعبدوا الطريقه ديالهم الابتسام ديالك. كنلاحظ اليوم بان الشعب المغربي كيساند الشعب السوري على هاد الوقفه لنصره الشعب السوري، وعلى هاد الدجال ديال بشار الاسد اللي كي الذي لا يفهم سوى لغه العنف والرصاص. ولهذا وانا من هذا المنبر انا اطالب بشار الاسد ان يرحل وان يشرق الشعب السوري ان يعيش. انت ايضا تطلب بالرحيل الفوري. شكرا. ارحل ارحل يا بشار الشعب السوري لا يهاب. ارحل ارحل يا بشار الشعب السوري لا يهاب. ارحل ارحل يا بشار الشعب السوري. المغرب؟ لا جاي زيارة. كيف شفت هذا التضامن من طرف الشعب المغربي؟ كان تضامن كبير وتضامن بحفاوة وأعداد كبيرة، فأنا تفاجأت بهذه الأعداد، بها المحبة بها الحفاوة بها التضامن بها الألم المشترك فعلا في المغرب. ونحن لا
ناتي الى هنا لكي نقول يجب وقف العنف، يجب وقف العنف. كفى مؤتمرات، كفى حوارات، كفى مصالح امريكيه اسرائيليه تركيه ايرانيه، يكفي، يجب وقف العنف في سوريا، وهذا اهم شيء يجب ايصال رساله للعالم. وقف العنف فقط، لا نريد شيء، وقف العنف. الناس تموت في سوريا وهم يتحاورون ومؤامرات ومعارضات. كيف لا يكفي هذا الشيء؟ الفيتو من طرف الصين وروسيا، هناك مصالح التي تتواطأ مع نظام الاسد. نعم، هناك مصالح عسكريه كبيره في سوريا للروس، ولا نتوقع الا الفيتو الروسي والروسي والروسي والروسي. كيف سيرى النظام السوري هذه الحشود المغربيه؟ كيف سيفهمها؟ هذا النظام السوري لا يفهم سوى لغه القتل والدم. هذه الرساله سوف يفهمها الشعب السوري. الشعب السوري سوف يقف جيدا ويشكر الشعب المغربي. هذه الرساله الشعوب مع بعضها. لا تتوقع شيء من الحكام السوريين بان ياخذون بالرافه من اجل هذه المظاهرات. شعب دموي، نظام دموي قاتل ومستمر بالقتل حتى اخر لحظه. كيف رايتم تحرك الدبلوماسيه العربيه؟ والى الان ليس بالمقابل مع تركيا، الى الان ليس هو بالمستوى المطلوب. الى الان لم نحقق ممرات انسانيه. المفروض تحقيق ممرات امن وانسانيه وانقاذ الجرحى ووقف العنف في سوريا. هذا اهم مطلب قبل اي شيء. ومن ثم الحديث عن السياسه والمراحل الانتقاليه وما بعد. لماذا ننتظر حتى يسقط النظام ونتقاسم الغنائم؟ الان وقف العنف. كفى حوارات وغنائم ومصالح وتامين مصالح. وكيف رايتم التحرك الامريكي بهذا الشان؟ التحرك الامريكي واضح، هناك رؤوس حربه موجوده في الواجهه تتحرك، والدبلوماسيه الامريكيه لا تزال بالخفاء تبحث عن مصالح. الروس يبحثون عن مصالح، الاتراك يبحثون، ايران تبحث عن مصالح، اسرائيل تبحث عن مصالح بما انها محتله الجولان. وهذا لا يعنينا، يعنينا الان وقف القتل ومن ثم الحوار عن سلطات انتقاليه ومن ياتي يحكم سوريا. هناك صناديق اقتراح بالمستقبل، لست بحاجه ياتي شخص ويقول دوله مدنيه دستور. لا نريد كل هذا. رساله الى النظام السوري من قلب الدار البيضاء، نقول له كفى قتل، اوقف القتل يا بشار الاسد، اوقف القتل. فنحن مسلمين ببعضنا. الجيش السوري يجب ان يتوجه الى الجولان ولا ان يتوجه. المستفيد الوحيد من انهاك الجيش السوري هو اسرائيل وليس الشعب السوري. اذا نتمنى التوفيق للشعب السوري في مسيرته النضاليه. شكرا. ويا بشار يا جبل، الشعب السوري لا يهان. ويا بشار يا جبل، الشعب السوري لا يهان. ويا بشار يا جبل، الشعب السوري لا يهان. اعتقد ان الشعب المغربي دائما كان بجانب القوى العربيه في كل المهن ديالها. دليل ذلك ان في كل وقفات كل المسيرات ديال المغرب عفوا الشعوب كنا تنتوجدوا كمغاربه، وحنا الان كنساء حضرنا في المسيره. التعبير ديالنا عن مدى التضامن ديالنا مع النساء السوريات. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم كنشوفوك هازه واحد اللافته ديال الملوك المغرب وكتقوم بنصره الشعب السوري. انا مغربيه وعاش ملكنا ملك الفقراء وعاش سيدنا وعاش الشعب الله يبغي يخربوا لنا بلادنا وبلادنا زين. الحمد لله وقات فينا سوريا معانا الحمد لله وبلادنا زينه وعاش ملكنا. شكرا. وعاش ملكنا ملك الفقراء. العرس السمات ديالك وانتيا كاليوم صاحب الجلاله وحنا مع سوريا. اذا شكرا.